صوت عادي. شوف كيف الصوت راح يصير. حسيته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي سلام. رجعنا لكم فيديو جديد تجارب جديدة. بناء على طلبكم جهزنا لكم الجزء الثاني من التجارب. هلا سوار التجربة الأولى تجربة كتير حلوة. هلا في عندنا كاسة مي. هلا التجربة إنه أنا بدي أحط الكرتونة على الكاسة وأقلبها وبعدين أشيل الكرتونة وما تنكب المي. سوار بالك بتزبط ولا لا؟ تزبط. شوفي كيف. ها هلا شوفي سوار كيف نسحب الكرتونة. شوفي 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 يا سوار. شوفي 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 كيف المي ضلت يا سوار. شفتي كيف؟ شوفي كيف. طبعا نتحكم عليكم كنا حاطين ايش؟ بلاستيك شفاف. لو ما حطينا البلاستيك هاي ولا اكيد مش راح تزبط لانه في جاذبية والمي راح تنزل زي هيك يعني. اوكي. طبعا هاي الخدع بيعملوها فينا واحنا بنصدقها. ديروا بالكم ها. التجربة الثانية. احكي لهم انت يا سوار عن شو بدنا نسوي؟ نعمل ايش؟ مكبر صوت. سماعات. نحتاج كاسة، كاستين. هدول فتحناهم طبعا من جبنا وجبنا واحدة كرتونة ونحطهم ومن هون نقطع ونحط الموبايل ونشوف اذا صار عالي او لا. يلا بينا نشوف. يلا 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 هاي بنعمل نفس السايز اللي للموبايل. اوكي اول شيء نسمعهم الصوت من دون سماعات مع سماعات عشان يحسوا بالفرق. يلا اوكي بدنا نعيده. هلا ستوب بدنا نعيد نفس الصوت مع السماعات. حاسس بالصوت سوار؟ شفت كيف صار الصوت؟ عالي؟ صوتي لو شكله حلو كثير. ها شوف شوف سوار امسك شوي امسك خلاص امسك هاي من هون. الصوت عادي. شوف كيف الصوت راح يصير. حسيته؟ يلا ماسا. هلا الفكرة انه احنا بنحط الملح في المي وبعدين بنحط التفاحة فيهم وبنحطهم بالشاحن ونشحن التليفون. يلا تفضل حطي لي الملح في المي. يلا شكرا. شوية مي. حطي شوية مي كمان ماسا. كمان كمان كلهم حطيهم. شكرا ماسا. حبيتي تزبط؟ ان شاء الله. كيف؟ يلا أنا يلا حطيها. أيوة هلأ التفاحة صارت في المي والملح وبدنا نجيب الشاحن ونشحن. شوفوا يا سوار. شوفي 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 تشحن يا سوار ولا مش راح تشحن؟ راح تشحن. نشوف. ما شحن. ما شحن. هاخدها كاس. هاي مش صحيحة. ما بيزبط نحط الشاحن في التفاحة وفي مي وملح ونحطها بالشاحن. مش راح يشحن. مستحيل. شايفين كيف؟ التجربة اللي بعدها. يلا. التجربة اللي بعدها بنعمل ثلج. نحتاج مي. راح نحط مادة سحرية في عنا هون مادة. تشبه الملح أو السكر مش راح نحكي لكم شو اسمها. نستنى عليها شوي عشان تصير ثلج. شوفوا
الله شوفي شوفي عن جد صارت هاي عن جد جربوها في البيت راح نحكي لكم شو اسم المادة في آخر الفيديو شوف كيف شايفين كيف تلج الله تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج 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 عم بتشتت الدنيا تلج حلو مساء حتى لون حتى ملمسه بارد كمان صح مساء طبعا راح تتفاجئوا كتير من المادة هاي جبناها من البامبرز من هون فتحناها طلناها من هون اوكي بامبرز يا ست ماسة طلناها من هون نتمنى تكون التجارب عجبتكم واستنونا بالفيديو الثالث تلج يا تلج ما تبعد عنا يا تلج احنا منحب التلج انت بتمطر اذا عجبت الفيديو سووا لايك وسووا للتلج لايك منحبكم تلج تلج حلو احنا منحب التلج تلج تلج حلو يلا رشي علي التلج تلج 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 صارت تلج احنا مننبسط عالتلج احنا مننبسط عالتلج